هلا قلت لي كيف تتشكل البراكين؟ على عمق 60 إلى 250 كيلومترا تحت القشرة الأرضية توجد طبقة لينة تحتوي على مواد منحلة تسمى بالصخور المنصهرة، وهي تتكون من ماء وغاز. إذا كانت قوة الضغط كبيرة فإن هذه الصخور تندفع إلى سطح الأرض مشكلة البراكين التي نعرفها، وتكون على شكل جبل تسيل منه الحمم البركانية. فإذا كان شكل الجبل دائرياً يسمى البركان بركاناً مخروطياً كالذي رأيناه للتو. حسناً، وأين تكثر البراكين؟ توجد البراكين في أماكن مختلفة من العالم، ولكنها تكثر على جزر جبال النار في اليابان، وشياوي إحداها. لنلقي النظرة. هنا أحد البراكين دائمة الثوران، ويطلق عليه جبل النار الحي. وكم عدد البراكين الحية هنا؟ يوجد على هذه الجزيرة أكثر من 500 بركان، ولكن بركان شياوي أشهرها، إذ يصل عمقه 5000 متر تحت سطح المحيط. وبماذا يختلف هذا البركان عن باقي البراكين؟ الاختلاف يكمن في بنيته الداخلية كالمنبع والعنق والفتحة. كل أجزاء هذا البركان مكونة من حمم بركانية متصلبة، وهذه الحمم هي التي كونت جسم البركان. وما الذي يحدث بعد أن يخمد البركان؟ تتحول فتحاتها إلى بحيرات بركانية. بحيرات؟ أتمنى رؤية بحيرة بركانية. نحن الآن على الجبل الأبيض، وأمام عينيك بحيرة تسمى بحيرة السماء. ما أجملها! لكن... ولكن ماذا؟ ماذا إن عاد البركان إلى الثوران؟ ألن يقضي على هذه البحيرة؟ كوني مطمئنة. لماذا؟ لأن هذا البركان خامد. خامد؟ للبراكين أنواع مختلفة، منها ما يستمر بقذف الحمم ويسمى بركاناً حياً، ومنها ما ينشط فترة ويخمد فترة ويسمى بركاناً كامناً. وأما البركان الذي انقضى عليه زمن طويل ولم يثر فيسمى بركاناً خامداً.